أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حوار المساء، والتي نركز فيها على محورين. الأول، واشنطن لا تعتزم المساهمة بأموال في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق. وفي المحور الثاني نناقش غياب البرامج الانتخابية من الكتل المرشحة في الانتخابات البرلمانية. فاصل ونعود إليكم. في الوقت الذي تراهن فيه الحكومة في بغداد حول إمكانية حصولها على دعم بعشرات المليارات، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن لا تعتزم المساهمة بأي أموال في صندوق إعادة إعمار العراق، وذلك خلال المؤتمر المقرر عقده في الكويت الاثنين المقبل. نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. لا نساهم بتقديم الأموال إلى العراق، هكذا نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي عشية انطلاق مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق المقرر بدؤه يوم الاثنين المقبل. المسؤول الأمريكي الذي لم تفصح رويترز عن اسمه وصفته قال إن واشنطن لا تعتزم إعلان أي شيء بخصوص المنح المالية، إلا أنه أشار إلى أن أمريكا وعبر وزير خارجيتها ريكس تيلرسون الذي سيحضر المؤتمر ستشجع بدلا عن ذلك استثمارات ضمن القطاع الخاص. فواشنطن تعول على ما يبدو على تدفق مليارات ربما ستمنحها بعض الدول لتجد فيها فرصة ذهبية تزيد ثراء شركاتها الرأسمالية المئة التي ستحضر المؤتمر لتعيد بناء ما دمرته الترسانة الحربية والمقذوفات الصاروخية الأمريكية التي ألقتها على مدن العراق ضمن ما قيل إنها حرب على الإرهاب. هيذر نورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هي الأخرى أكدت أن لا علم لها بأي أمور ستعلنها حكومة بلادها بشأن طبيعة المساهمات في المؤتمر. موقف واشنطن قبل أيام قليلة من بدء المؤتمر وضع حكومة العباد بموقف حرج، بالتزامن مع صدور تقارير تؤكد إحجام العديد من الدول عن تقديم الأموال للعراق في ظل الفساد المستشري، فضلا عن خشيتها من وصول تلك المبالغ إلى الميليشيات المرتبطة بإيران، وهو ما دفع بمظهر صالح المستشار الاقتصادي للعبادي للإحجام عن تأكيد أو نفي امتناع الولايات المتحدة عن دفع مزيد من المساهمات، إحجام تماشى مع وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية عام 2016، حيث أكد أنه حال انتخابه رئيسا للبلاد فإنه سينهي ما سماه بعهد بناء الدول. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ بهجة الكردي الناشط العراقي المستقل هنا في الاستوديو، والأستاذ حسين العليان الكاتب والإعلامي من عمان، فمرحبا بكما معنا. أبدأ معك أستاذ بهجة، برأيك لماذا واشنطن لا تعتزم المساهمة بأي أموال في مؤتمر الكويت القادم؟ الأمريكان هم الأقرب إلى هذه الحكومة، بالمناسبة قبل أشهر كانوا على أساس راح يقدمون حوالي 150 مليون، الآن تراجعوا. يعني أنا الحقيقة أريد أسميه مؤتمر منح الفاسدين، يعني هذا المؤتمر المفروض أن يكون اسمه أقرب إلى الحقيقة، مو تعمير العراق، لأن نفس الوجوه ونفس الفاسدين واللي نفس المجموعة التي أتت من 2003 ولحد اليوم. وأنا يعني الحقيقة ليش أيضا لا أفهم لماذا في الكويت، وأنتوا تقولون حررتوا وانتصرتوا على تنظيم الدولة وأنه اليوم العراق كان المفروض هذا المؤتمر ينعقد في بغداد، يعني ما عندكم مشكلة، شنو المشكلة اللي موجودة؟ لكن مع هذا، مع اعتزازي بالكويت واقتراحها، لكن لا أثق أن هناك إمكانية لهؤلاء الفاسدين أخي العزيز أن يعمروا شيء بالعراق، لأنه في الوسط والجنوب أكو داعش، أكو تنظيم دولة صار من 2003، شنو اللي تقدم لهم؟ نعم، كان المفروض أخي عمر، دكتور عمر، يعني كان المفروض من الكويت أن تؤخر هذا المؤتمر لحين ما يتم. سوف نأتي للحديث. لماذا واشنطن تمتنع عن المساهمة بأموال؟ لماذا؟ نعم، الواضح أنه لا تثق بأن هذه الأموال ستذهب إلى البناء، هكذا أتصور. هذه واحدة منهم، واثنين أنت تعرف ترامب يعني يعرف أنه دول المجاورة للعراق دول غنية، فيقول لك أن إحنا ما جئنا من أجل بناء دول، إحنا جئنا من أجل سلب دول وتدميرها. يعني فهذا مشروعهم، يعني بالنهاية هم يريدون العراق لا دولة، فأكيد ما راح يقدمون أي مساعدة للعراق. نعم أستاذ حسين، يعني في الشهر الماضي أكد
نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان خلال لقائه بوزير الخارجية إبراهيم الجعفري بأن بلاده ستشارك في مؤتمر المانحين بالكويت من خلال حضور 100 شركة استثمارية أمريكية. هل برأيك تريد واشنطن من خلال هذه الشركات تنفيذ مشاريع مقابل سيطرتها على أموال مؤتمر الكويت؟ يعني هي منفذة فقط وبالمقابل تأخذ ما تم جمعه أو سوف يتم تجميعه في مؤتمر الكويت؟ أولا شكرا لك على الاستضافة وشكرا على هذا البرنامج المهم وتسليط الضوء على هذه المسألة مهمة في هذا الوقت. الحقيقة قبل ما أجيبك على هذا السؤال خلينا نرجع بس للمقدمة التقرير تاعكم اللي تحدث بشكل ممتاز حول مسألة جدية مؤتمرات الإعمار وجدية الدول المانحة. موضوع الدول المانحة الحقيقة تكرر في أكثر من مكان، الدول المانحة لغزة، الدول المانحة لليمن، الدول المانحة للبنان، كلها مؤتمرات لم يخرج منها سوى البيانات والوعود التي لم تنفذ حتى اللحظة في أكثر من مكان الحقيقة قبل العراق. وإذا بترجع بالذاكرة لهذه المؤتمرات تجد أنه يعني لم يحصل أحد على 1% مما جرى الحديث عنه. نعم. بشأن العراق لا يحتاج دول مانحة الحقيقة إذا تجي للمسألة. هي مسألة بروباغاندا للترويج لأدوار سياسية باسم الإعمار ومزيد من تكبيل العراق بمشكلات اقتصادية، سيما وأنهم اليوم أثقلوا العراق بالديون، ديون للبنك الدولي، ديون لدول مانحة، ديون إلى أكثر من مكان. ولو هم جادين في معالجة هذه المشكلات إن كان ما ربطوا الفساد بشكل سياسي ودعموا حالات الفساد على مدار 14 سنة هدروا فيها ما يقرب تريليون أو أكثر من الدولارات في بغداد، هم من ساهم في هدر هذه المليارات، هم من رب الفساد، هم من نظم الفساد، وهم أصحاب الفساد الرئيسيين. اليوم إذا بتبرعوا أنه في حكومة فاسدة أو غير فاسدة ولن نساهم كأمريكان هم كذابين. اليوم بدهم الدول المانحة تضخ أموال في العراق حتى يلقوا فرص عمل لأمريكان وشركات أمريكية ليس أكثر لزيادة النفوذ الاقتصادي والسياسي للولايات المتحدة في العراق. يعني ما صرف على مؤتمرات الاستثمار ومؤتمرات الإعمار والتعمير والدول المانحة من 2003 حتى اليوم كإعلان ودعاية ومؤتمرات وسفر إلى آخره كان فيها تنتج شيئا ما أكثر من كل هذا الضجيج. اللي بده يعمر بلد لازم يوقف الاستنزاف. العراق بلد غني وسيتذرع العديد منهم بأن العراق بلد غني ولن يساهم بعملية التمويل تحت هذه الذريعة. نعم أستاذ بجت، نعود إلى التساؤل الذي طرحته، كيف تقرأ توقيت مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق؟ يعني على سبيل المثال الخبير الاقتصادي العراقي عبد الرحمن المشهداني وهو أحد أعضاء الوفد المشارك في مؤتمر الكويت قال بأن توقيت المؤتمر غير مناسب وضرب أمثلة عن تهديد الميليشيات للمستثمرين في مشاريع سابقة. طبعا يا سيدي واضح يعني توقيت يعني لا يكفي أنه إعلانات العبادي أنه انتصر، لأنه لو منتصر كان صار المؤتمر المفروض في بغداد. لكن الآن واضح أن الوضع الاقتصادي والمجموعة الفاسدة هي نفسها ومن سيء إلى أسوأ. ولا تنسى أن هذه المجموعات تمرست في عمليات السرقة والفساد، وأنه واضح وأنا متأكد أنه حتى المجتمع الدولي لو كان هناك مبادرة في العراق مثل ما قال العبادي أن الحرب على الفساد كالحرب على تنظيم الدولة، نعم، كان صدقنا، كان ممكن الناس والشعوب والمنظمات والهيئات كان ممكن ترى في العراق أنه أكو أمل. ولكن الظاهر يعني أنا لا أفهم كيف هذا الغرب يتعامل مع العراق. يعني نعم. أنتم تعرفون في العراق مجموعة فاسدة وتم سرقة أكثر من 1,000 مليار دولار من أموال الشعب العراقي بنفس هذه الوجوه اللي اليوم موجودة واللي ستبقى. ولهذا أنا سميته مؤتمر الكويت لدعم الفاسدين، وإلا شنو المعنى؟ هل المهجرين عادوا إلى مدنهم أخي العزيز دكتور عمر؟ يعني هل عادوا؟
هل الآن هناك إمكانية أن نرى مهجرين ونازحين عادوا إلى المدينة حتى نصدق؟ مو اليوم أكثر من نصف النازحين لا زالوا في المعسكرات في إقليم كردستان، في كركوك وفي بعض المناطق، والكثير أيضا خارج العراق بسبب أنه هيمنت الميليشيات على هذه المدن، وهذه الميليشيات تفرض شروطها لعودة أي شخص، واحتمالات أن هؤلاء لا يعودون حتى الآن. يعني مشكلتهم بالانتخابات هي موضوع المهجرين. كان المفروض على الكويتين على الأقل أن يوصلوا رسالة لعبادي المؤتمر والمانحين يقولون أنه يجب القضاء على الفساد، وابدأ أنت الخطوة الأولى. وعندك فترة طويلة، هي صار 4 أشهر من انتهت المعارك، 5 أشهر مع داعش، ما كان يقدر؟ مو العبادي أعلن قائد الحرب وأنه مستعد وأنه سيحاسب؟ وأنا قلت أنه مستحيل، لأن هذه ذيول فارسية لا يمكن أن تحاسب بعضها بعض، ستقبل بالسرقات. وهذا مع الأسف اليوم المجتمع الدولي إذا عنده إمكانية يريد يساعد العراقيين ستذهب هذه الأموال في جيوب الفاسدين، ولن يصل منها، مع أنه في المؤتمر على أساس أكو شركات متخصصة مدعوة لحماية هذه الأموال. بعدين ليش المبلغ يا أخي؟ هو أكو لجنة تقييمية أخي دكتور عمر، قالت إحنا بحاجة ما بين 90 إلى 100 مليار دولار. وزارة التخطيط قالت 100 مليار. 100 مليار أنا متأكد هاي المجموعة من المانحين إذا وصلت 5 مليار هذه قمة ما سيمكن أخذ يعني في هذا المؤتمر. التوقعات ربما تصل إلى 10 مليارات دولار. أستاذ حسين، يعني 2300 شركة ستشارك في هذا المؤتمر، ألا تقرأ هذا العدد على أن إعادة إعمار العراق كأنه مزايدة أو مناقصة وليس لمساعدة العراق؟ يعني كم كبير من الشركات؟ شوف، احنا لن نركز على الشكل في المسألة. جابوا 2000 أو 3000 أو 5000 شركة، أنت ركز على هل هناك في العراق اليوم نظام ودولة قادرة على استيعاب هذه المليارات وإدارة عملية تنمية وإعمار؟ وهل هناك في العراق كثير مجموعة تساؤلات، وهل هناك في العراق جدية في إعادة بناء هذا البلد؟ الولايات المتحدة بالمناسبة لم تشارك في إعمار أي بلد باستثناء مشروع ماريشال عندما قررت الاستيلاء على الناتو وأوروبا آنذاك، حلف الأطلسي. بخلاف ذلك وبعد الحرب العالمية وبسبب التنافس مع السوفيت شاركت في بناء أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية بسبب صراع سياسي. اليوم الولايات المتحدة اليوم هي ليست الولايات المتحدة بالأمس أو بذاك التاريخ. العراق مطلوب منه ألا يعمر في الاستراتيجية الأمريكية، لأنه العراق إذا تعمر سيصبح قوة إقليمية، وهم أزاحوك قوة إقليمية. إذا ليش نستهلك نفسنا بتفاصيل مملة؟ لو بدهم يعمروا العراق إن كان ضغطوا على الكويت للتنازل عن التعويضات المجحفة بحق العراق. طيب اليوم العراق بلد أمريكي، كان أيام النظام السابق بلد معادي للسياسة الأمريكية ومطلوب ابتزازه. طيب اليوم هو أمريكي، ليش يبتز؟ ليش العراق تبدد أمواله؟ طيب ما هو بلد أمريكي. إذا الولايات المتحدة الأمريكية لديها استراتيجية بشأن أن هذا العراق لا يعمر، هذا العراق لا يستقر، يجب أن لا يستقر، وهذا ما تقوم عليه الاستراتيجية الأمريكية. وجذوبة الإعمار بس للتدليس ومحاولة التمرير على الأغبياء حشاما يسمع. والعراق لا يحتاج مساعدة أحد في عملية الإعمار. الإعمار والتنمية وما يتحدثوا عنه من دول مانحة هو محاولة جديدة لتكبير العراق بمزيد من الديون، بمزيد من الالتزامات لحساب الولايات المتحدة وحلفائها إقليميين وغير إقليميين. أستاذ بهجت، يعني حصة المناطق المستعادة من تنظيم الدولة تبلغ 27 فرصة استثمارية، أي بنسبة 17%. 17% فقط من إجمالي الفرص الاستثمارية. كيف تنظر إلى هذه النسبة المتدنية؟ أليس من المفروض بأن تحظى هذه المدن المدمرة الأولوية؟ أضف إلى ذلك اليوم المؤتمر يحضره كل محافظي العراق، 18 محافظ يحضرون هذا المؤتمر من مجموع 143 شخصية في هذا المؤتمر ذهبت كوفد عراقي ممثل للعراق في هذا المؤتمر. 17% فقط للمحافظات المدمرة، الأنبار، نينوى، صلاح الدين.
شوف يا سيدي، أنا أؤكد ما قاله الأخ العزيز السيد حسين العليان، أنه ليس في نية الولايات المتحدة اللي دمرت هذا البلد أن تعيد إعماره وتدميره. واضح أنه هذه الأموال اللي راح تجمع صدقني لن تكفي لبناء الجسور، أنسى الموضوع. وأنا لا أفهم يعني محافظي الوسط والجنوب إيش عندهم رايحين، يعني أنتم مدنكم أسلم بكثير يعني، لكن واضح مجموعة الفساد والسرقة. نعم. تريد من الآن تريد الشكل، لأنه تعرف عمليات السرقة الآن قلت، لأن ماكو وارد الأموال اللي جاءت واللي كانت موجودة في خزينة الدولة الأحزاب الشيعية سرقتها وهي موجودة في إيران وبعض الدول العربية، وكان المفروض على الكويتين أن يسألوا العراقيين العبادي عيد ولو جزء بسيط من الألف مليار حتى نصدق. نعم يعني، لكن هذا المجمل يعني المجمل يا سيدي، التعميم بالمؤتمر، مؤتمر إعادة إعمار العراق، وكأن العراق من شماله إلى جنوبه تعرض في فترة الثلاث سنوات الماضية إلى تدمير وإلى دخول تنظيم داعش إلى كل المحافظات، فقط 17% لهذه المدن المدمرة. كان من المفترض أن يحمل المؤتمر إعادة إعمار المدن المدمرة حتى تتركز كل هذه الأموال في المدن المدمرة، ومن ثم يتم يعني إعمار ما باقي المحافظات. دكتور عمر، أنا لا أتصور أنه هؤلاء جادين، لأنه إحنا خلال هاي التجربة الطويلة 15 سنة بعد الاحتلال، إحنا 2003 اليوم 2018، خلال 15 سنة ما شفنا مشروع لأي من هذه الأحزاب البائسة الفاسدة من أجل البناء والتعمير، مو في مناطق السنة ولا في المناطق اللي سيطر عليها تنظيم الدولة وداعش. إحنا شفنا من عندهم شيء في مدن الوسط والجنوب، لكن الحقيقة يعني نوع من الضحك على الذقون، وهذه عمليات فساد جديدة، وأن هذه المجموعات تعرف من أين تؤكل الكتف، وهذه المشاركة للمحافظين ومجالس المحافظات، وكل واحد يدور له على شركة ويحاول يقنعها تعالوا عندنا في سبيل أنه يطلع له حصة أو كوميسيون. وبالمناسبة أن مشروع هؤلاء هو تدمير وليس بناء، ولا أتوقع من هؤلاء أن يقدموا شيء لهذه المحافظات، لأنه الواقع يتكلم هكذا. نعم أستاذ حسين، في نفس السياق يعني 157 مشروعا سيطرح على المستثمرين تتوزع على جميع المحافظات باستثناء محافظات كردستان العراق، لماذا كل هذه المشاريع ولا يتم التركيز في المقام الأول على إعادة إعمار المدن المدمرة؟ أستاذ أنا يعني غير ميال للدخول بهذه التفاصيل لسبب. نعم. أنه لا يمكن تتم عملية إعمار دون استكمال الدولة لإرادتها واستقرارها وسيادتها. اليوم أنت تذكر في 91 دمر العراق بمستوى هائل، يعني كان حجم التدمير في العراق 91 فاق التدمير اللي حصل 2003 على مستوى البنى التحتية. نعم. لأن الإرادة العراقية آنذاك كانت مصممة على التمسك باستقلالها وسيادتها وتنميتها، أنجزت عملية إعمار في زمن قياسي بمبالغ قياسية. إذن أنت لو توفر كل أموال العالم اليوم دون أن تكون الدولة لها رؤية دولة، بمعنى عارف شتري، ودولة مصممة أن تبني على أسس علمية وبعيدا عن كل الأسس اللي سادت خلال 13 سنة، لن تستطيع أن تبني العراق كل دول العالم بهاي الروحية. إذن الفكرة الأساسية في الموضوع هو عملية تمويه وعملية إعادة ترويج لتكبيل العراق بسلسلة من الالتزامات باسم المنح والدول المانحة. انظر إلى غزة، دمرت غزة وأجوا العرب وغير العرب كدول مانحة في مؤتمر شرم الشيخ ووعدوا بإعمار غزة. من هذاك اليوم لهذا اليوم صرف على مؤتمرات إعادة الإعمار ملايين ولم يصرف على غزة مسمار أو دولار واحد، وهذا ما سيحصل مع العراق، وهذا ما سيحصل مع اليمن. ما لم تبني سواعد أبناء البلد بإرادتها السياسية وباستقلالها بعيدا عن الولايات المتحدة ومشروع الهيمنة الخارجي، فلن يعمر شيء بالعراق. هو مشروع إلهاء لمزيد من الفساد ومزيد من تبديد الأموال ومزيد من إضعاف العراق، ليس إلا. لماذا المؤتمر في الكويت؟ الكويت شريك رئيسي كانت في تدمير العراق بعد 2003. طيب الأزمة العراقية الكويتية انتهت وراحت إلى تسوية في مجلس الأمن ودفع العراق التعويضات. طبعا بالمناسبة الكويت سوف تحصل على استثمار مشاريع في البصرة بالتحديد
الغاز والنفط. هناك محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم القطاع الخاص في الخليج، وهو قطاع مرتبط بالمصالح الأمريكية بشكل أساسي، كلهم وكلاء للغرب والأمريكان أصحاب رسامين الخليج، حتى يبيعوهم البنى التحتية العراقية. بهذه الحالة أنت استوليت على البلد وأعدت رسم البلد وفق المنهجية الأمريكية من هنا إلى 100 عام. ما لم تحرر الإرادة العراقية كل أموال الدنيا لن تبني طابوقة بالعراق. نعم أستاذ بهجت، بحسب المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي قال إن البنك الدولي سيكون ضامنا للعراق أمام الشركات العالمية التي ترغب بالاستثمار. طبعا البنك الدولي في العام الماضي صنف العراق في المركز 168 عالميا من أصل 190 دولة في تقييمه لبيئة الإعمار. هل العراق سيكون رهينا وتحت وصاية البنك الدولي؟ بلا أدنى شك. أنا أسمع قبل يومين دكتور عمر شخص بالنزاهة يقول النفط العراقي مرهون لعشرين سنة قادمة. نعم. مع أنه الآن ننتج حوالي 4.5 مليون برميل، ومع هذا ماكو أي إمكانية للاستثمارات أو للبناء، لأنه الرهن موجود بأسعار اللي كانت قبل حوالي سنة ونص، وهذه كانت يعني بحدود $45، اليوم وصل 60 $15 أيضا تذهب إلى الشركات اللي مستثمرة. المهم يا سيدي يعني أخي عمر، يعني بالنسبة للبنك الدولي وما يجري بالعراق، تذكر هذا الشيخ رجل شايب بالعراق ده يشتري سمكة، فقام يشم السمكة من ذيلها. نعم. صاحب المحل قال لعمه السمكة تخيس من راسها مو من ذيلها، قال أرد أشوف الخياس واصل للذيل. إحنا بالعراق اليوم يا سيدي الفساد واصل، العراق في قائمة الدول الفاسدة في آخر القوائم، وهذه المجموعة هي نفسها موجودة، فالعقل كيف يقبلها أنه هذه المجموعة ممكن أن تعمل مشروع؟ لا يوجد لهؤلاء مشروع أخي عمر. الأمريكان يعلمون أن هؤلاء ليسوا رجال دولة، ولهذا تحافظ على بقائهم وتدعمهم، لأن هؤلاء ما عندهم مشروع بناء دولة. يضحكون على أبنائنا في البصرة وفي العمارة وفي الناصرية والكوت ونجف وكربلاء، وإلى اليوم الناس تخرج على اعتقال شخص، بينما ما تخرج على الفاسدين والسراق والطالب بمحاسبتهم فورا. نعم أستاذ حسين، في تساؤل أخير، يعني أعلى قمة في السلطة وهو رئيس الحكومة حيدر العبادي حذر من أن الفساد والبيروقراطية المستشريان يهددان بإبعاد المستثمرين عن البلاد، وبالتحديد طبعا هو كان يقصد مؤتمر الكويت في حديثه المؤتمر الصحفي قبل أيام. إذا رئيس الوزراء يقول هناك فساد وهناك بيروقراطية في البلد وهذا يهدد البيئة الاستثمارية، كيف يمكن لنا تفسير هذا الشيء؟ أخي الكريم، الفساد في العراق هو ليس فساد مالي وإداري، هو فساد سياسي في الأصل، وانبنى عليه كل أشكال الفساد الأخرى. أنت عندما تفقد إرادتك السياسية كبلد وتصبح في مهب الريح، ترى جزء من بلدك خاضع لإدارة الأمريكي، جزء الآخر خاضع لإدارة الإيراني، والجزء الآخر خاضع لهذه الدولة أو تلك في الشمال أو في الجنوب، إذا أنت اليوم لا تستطيع أن تبني بلد تحت هذا الموضوع. ما لم تسترجع إرادتك في الحفاظ على سيادتك السياسية أولا، ثم الحفاظ على ثرواتك ثانيا، لم تستطيع أن تسير بهذا البلد نحو الإيجابية. هذا نقطة. النقطة الثانية، البنك الدولي مسؤوليته استكمال الغزو، أهداف الغزو الأمريكي، أنه هذا البلد يبقى فقير بالرغم من كل ثرواته، هذا البلد ظل منهوب ومديون لما يسمى بالمجتمع الدولي أو البنك الدولي، وهو بنك أمريكا. بنك بالمناسبة، البنك الدولي هو بنك خاص، هو ليس بنك دولي، هو بنك تسيطر عليه مجموعة عوائل وبنوك أمريكية ليس إلا. إذا البنك الدولي هو السياسة الناعمة بعد السياسة الخشنة الأمريكية في اجتياح العراق. لو هناك دولي اليوم في العراق ورجال دولي ووضع مختلف وتوازن مختلف، لألزمت أمريكا بتعمير العراق لأنها غزته بشكل غير شرعي خارج الشرعية الدولية. أمريكا بتلهينا وبتحول، وسلن تسمح بسهولة لأن يتحول العراق إلى بلد حر ومستقل، لأنه ستلاحق اليوم وغدا وبعدها. إذن ما هي توقعاتك من مؤتمر الكويت؟ أنا أعتقد هي زفة والعريس عريس ميت، أو على طريقة المثل العربي، يعني مولد وصاحبه غايب.
نعم. ماذا تتوقع أستاذ بهجت من مؤتمر الكويت؟ لا شيء يا سيدي. يعني حتى وإن صارت عمليات رسميا ستعلن بحدود 4-5 مليارات مو أكثر، هذا ما أتوقعه، اللي راح يصل للشعب العراقي لا يتجاوز النصف مليار. وستبقى هذه المحافظات المدمرة مدمرة، لأنه اللي يريد يعمر عليه أولا أن يحاسب الفاسدين. عندنا مليارات مسروقة، جزء منها داخل العراق وجزء في إيران، كان المفروض العباد يعيدها حتى نصدق. نعم، أرجو من الأستاذ بهجت الكردي البقاء معنا لمناقشة المحور الثاني، وأشكر الأستاذ حسين العليان الكاتب والإعلامي من عمان. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. رغم إغلاق المفوضية العليا للانتخابات أبواب تسجيل التحالفات الانتخابية، إلا أن الساحة السياسية في العراق تشهد انسحابات وتحالفات جديدة. المزيد عن المشهد السياسي في العراق قبل الانتخابات في سياق التقرير التالي. رغم ما يعلنه المشاركون فيها من استعدادهم لخوض معركة تستهدف خدمة العراق والعراقيين، إلا أن السباق الانتخابي نحو البرلمان يبدو مزدحماً بالتحالفات المصلحية الهشة والصراعات التي تغطي المشهد السياسي في العراق، بل وتخترق تلك التحالفات نفسها، ما ينبئ بانهيار بعضها حتى قبل إجراء الانتخابات في شهر آيار المقبل. اللافت فيما يجري من استعدادات للانتخابات القادمة أن ثمة ما يمكن وصفه بغياب البرامج الانتخابية، فالساحة السياسية في العراق منشغلة بتحالفات كل من العبادي والمالكي، كما يدور النقاش فيها بشأن جدلية مشاركة ميليشيا الحشد وفرص نجاحهم في السيطرة على المشهد السياسي في العراق بعد الانتخابات. بهذه الصورة، فإن الانتخابات في العراق يعد لها على وقع التحالفات التي يراها النائب عبد القهار السامرائي سبباً في غياب البرامج الانتخابية. لأن التحالفات اليوم أثبتت أن لا وجود لبرامج سياسية في طبيعة تشكيلها، إنما هي وجود ولا أحد. يعني أكو فد اجتماع صار بينكم بين أي كتلة أخرى؟ طبعاً السؤال لك والأستاذ أحمد عن برامج السياسية. نسفت التحالفات، أي برامج سياسية موجودة؟ من جانبه، يرى النائب محمد العبد ربو أن الانتخابات في العراق لا تعبر بالضرورة عن حال من الديمقراطية وتداول السلطة، وإنما تعبر عن تضارب المصالح بين قوى مختلفة داخلية وخارجية. جنابك سألت هل نحن في ديمقراطية أم في صراع؟ نعم. لا، نحن في صراع. لحد الآن نحن في صراع سياسي. طيب. صراع لغرض كسب السلطة التنفيذية وكيفية استثمار هذا الفوز. فأسلفت لك أنه نعم، هناك تأثير خارجي. المعركة إذن في حقيقتها صراع بين عدد من الأطراف الداخلية سعيا إلى البقاء في مقاعد السلطة أو العودة إليها، وفق سياق تحدده توازنات القوى الخارجية وتأثيرها على الخارطة السياسية القادمة في العراق. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ فهد صقر المحلل السياسي من دبي. مرحبا بك، وأجدد الترحيب بالأستاذ بهجت الكردي الناشط العراقي المستقل. أبدأ معك أستاذ صقر، يعني كيف تقرأ غياب البرامج الانتخابية عن الكتل السياسية في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخ عمر على الاستضافة وعلى المداخلة، وبرحب بضيفك والمشاهد والمستمعين الكرام. أهلا بك. الحقيقة أنا كمراقب للمشهد السياسي العراقي أستطيع أن أقول بكل أسف
أننا أمام حالة شاذة سريالية لطيف سياسي غريب عجيب تشكل في العراق بعد الغزو. فبينما تتشكل الأطياف السياسية في كل دول العالم بناء على مكونات اجتماعية اقتصادية سياسية سوسيو إيكونوميك وبناء على أيديولوجيات حقيقية يعني يمين يسار، فالتصنيفات التقليدية اللي هي بنعرفها احنا في كل دول العالم من يسار يمين على الطيف السياسي يمين وسط يسار وسط لا تخلو ايضا تلك التحالفات من العامل الجغرافي ايضا الاقليمي في كثير من الاحيان، الا ان الغالب على كل التحالفات السياسية في العالم هو ما ذكرت سابقا ان الطيف السياسي والاستقطاب التقليدي يتم كما ذكرت على اسس يعني ايديولوجية او اسس اقتصادية سوسيو اكونومي. اما في العراق فالحقيقة يعني الوضع جدا غريب، يعني هذا الطيف السياسي اللي جاء مع الغزو ومع مجلس الحكم والدستور الطائفي المبني على المحاصصة الذي وضعه بريمر مع مستشارين يهود بدأ يتشكل على نحو طائفي عرقي سني شيعي كردي عربي، ثم لم يبقى على ذلك بل انحدر بعد ذلك إلى شيعي شيعي وسني سني وعربي عربي وكردي كردي، وبدأنا نشهد هذا التشرذم وهذا التفتت في الطيف بشكل ينافي كل الاستقطابات التقليدية المتعارف عليها في الدول سواء كانت ديمقراطية أو شبه ديمقراطية أو حتى ديكتاتورية. يعني هذا الطيف السياسي الموجود في العراق الذي يتكون من 250 حزب وما أكثر من 150 تحالف، هذا لا يعني لا يخدم مصلحة البلد يعني ولا يخدم مصلحة العراق. هذا دليل على أن الوضع في العراق، النخب السياسية في العراق، خلينا أحط نخب سياسية هيك بين قوسين، يعني جماعة يبحثون عن مصالح، يبحثون عن مكاسب، لا يهمهم الشعب. وطبعا يعني الحقيقة أن في هذا التشرذم هو أصلا الضحية الكبرى هو الشعب العراقي، المواطن العراقي المسكين المغلوب على أمره، الفاقد للأمن، الفاقد للصحة، للعيش الكريم. يعني هذه النخب السياسية الفاسدة التي تتاجر في مستقبل العراق ومستقبل المواطن العراقي ولا أهم لها إلا مصالحها الشخصية الضيقة. يعني حتى الطائفة لم تستم من هذا الفساد. يعني لو جينا نقول يعني هل الطائفة الشيعية استفادت من القوى السياسية الشيعية؟ لا، الذي استفاد هم أقلية، ناس أقلية. المواطن العراقي اليوم يسأل أين ذهبت المليارات، أين أهدرت مئات المليارات من أموال العراق، واللي كانت ممكن يعني ترفع مستوى معيشة الشعب إلى مستويات عالية جدا. نعم. المواطن العراقي اليوم يسأل أين المستشفيات، أين الجامعات، أين البنية التحتية. نعم. أين الشوارع، أين ذهبت المليارات. يعني هذا التشرذم يعني حالة سريالية فعلا يعني غير صحية أبدا. نعم. أستاذ فهد أعود إليك. أستاذ بهجت، يعني الكتل السياسية منشغلة بالتحالفات، يعني نشهد إعلان عن تحالف جديد اليوم وغدا يتفكك هذا التحالف، يبدو أن الأحزاب السياسية يعني انشغالها بالتحالف وتشكيل الكتل وبعيدة عن يعني توضيح أو تكوين صورة عن البرامج الانتخابية، لماذا برأيك؟ يا سيدي لأنه إلى حد اليوم الشعب العراقي ما قام بواجب الأخلاق تجاه هؤلاء مع الأسف، والمرجعيات ما وصلت للشعب العراقي أن نثوروا على هذه المجموعات البائسة وأزيلوهم لأنه جربوا أكثر من 10-15 سنة. نعم. لكن شيء مؤلم يا سيدي، وأنا كنت أتمنى أن العراقيين يصحون بعد هذه 15 سنة ويوصلوا رسالة ويصفعوا هذه المجموعات، لأن عيب وعار على هذا الشعب أن يبقى هؤلاء الفاسدين ومستمرين، وأن العراق يحرق يوما بعد يوم. أي مشاريع لهؤلاء غير تدمير العراق؟ أعطيني يا سيدي اليوم، إحنا من 2003 إلى اليوم شنو اللي قدموه هؤلاء؟ واضح يا سيدي لا مشروع لهؤلاء غير حرق العراق وتدميره وزرع الطائفية، وأن لا يكون العراق إمكانية أن يعود دولة. أنت شوف يا سيدي هذا العراق كافي عليه إذا يصير ديمقراطي. نعم. وهاي الولايات المتحدة 300 مليون مواطن بها حزبين وواحد بالاحتياط. نعم.
زين انتم بالعراق لما جيتوا وتريدون تسووا العراق دوله نموذجيه وافضل ديمقراطيه ويكشخ بها المالكي والعبادي وهاي المجموعات البائسه اللي موجوده. طيب 250 حزب مثل ما قال الاخ الضيف واكثر من 150 تحالف، ادري العراق هو الصين، هم الصين. بعدين انتم اليوم يا اخي العزيز يا دكتور عمر اثبت ان المجرب لا يجرب. اليوم الموقف تتحمل المرجعية وأنا مسؤول أمام الله، المرجعية تقدر تحسم هذا ولكن الظاهر مستفادة من الفاسدين، وإلا كيف يتم بقاء هؤلاء وشلون يتم ترشيحهم وأنتم تريدون تسوون الآن أكو عندكم هذا المشروع اللي حكيناه بالجزء الأول المانحين، مو المفروض أولا أتخلص من الفاسدين حتى أضمن أنه ممكن أن يعاد العراق ويلتئم الجراح؟ لكن هؤلاء لا مشروع لديهم. اليوم العراق كل عراقي وكل دول العالم تعرف العراق في آخر القوائم، مع هذا يدعمون الفاسدين للبقاء. وهذا الشيء المؤلم أخي. نعم. اللي عنده مشروع في هذا أخي عمر، اللي أنا هكذا أتصور، اللي عنده مشروع الآن هم الحشد الشيعي. الحشد الشيعي الآن على لسان قيس الخزعلي الميليشيات تقصد؟ أي طبعا عندهم مشروع. هذول يريدون يسيطرون على الدولة وعلى الجيش وعلى النفط، وعدهم الآن إمكانيات التجارة مرة ثانية. نعم. لأن يعلنون علنا نريد دولة العدل الإلهي. نعم. يريدون يبنون هاي العصابات تريد تبني دولة العدل الإلهي وهم كلهم فاسدين. نعم. وذكرنا أنه قال أنه أنا أريد أعيد يعني هذه الميليشيات تقدم مشروع لظهور السيد المهدي. نعم. طيب أنتوا اليوم هذا هو مشروعكم وهذا الأقرب، والظاهر الأمريكان سيدعمون هذا المشروع من أجل حرق ما تبقى في العراق يا سيدي. نعم. أستاذ صقر، يعني كيف يمكن تفسير من الناحية النفسية من الناحية السياسية الاجتماعية كذلك عندما يعني نسمع تصريحات من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ومسؤولين وبرلمانيين ينتقدون سياسة ينتقدون أنفسهم، ينتقدون سياسة الحكومة، يعني وخاصة عندما نتحدث عن موضوع الانتخابات؟ يعني شاهدنا في التقرير مثلا النائب محمد عبد ربه يقول العراق يعني في صراع وليس في ديمقراطية، الآخر ينتقد موعد الانتخابات، الآخر يقول بأننا في أجواء غير سليمة، وهذا ينتقد الكتلة الفلانية والآخر ينتقد الكتلة الأخرى. كيف يمكن تفسير هذا الشيء وهم في داخل هذه الحكومة؟ والله أخ عمر أنا بفسر لك هذا الشيء بجملة بسيطة، يعني بجملة واحدة. هؤلاء السياسيين بين قوسين العراقيين الذين يسيطرون على المشهد السياسي العراقي لا يتنافسون على تنمية الدولة العراقية، لا يتنافسون على تحسين مستوى المعيشة ل 36 مليون عراقي، لا يتنافسون على إرجاع 10 مليون مهجر من بيوتهم، لا يتنافسون على يعني تحسين التعليم والصحة. هم يتنافسون على كم هي ميزانية العراق؟ 250 مليار دخل العراق في السنة. هم يتنافسون على هذا الرقم، هم يتنافسون على كيف يقتسمون هذه الكعكة، يتنافسون كيف يوزعون هذه الكعكة بينهم. هم عندهم هذا الرقم اللي هو المشكلة، هذا هو 250. اسأل أين ذهبت المليارات السابقة؟ أين ذهبت؟ نعم. فهو هذا تفسير، هذا احد يعني انا هذا تفسيري. نعم. هم ينتقدون يعني انفسهم، يعني هم يغار لما بيغار المالكي او انا اسالك سؤال، ما نعم. هو ما هو الخلاف بين المالكي ووحيد العبادي؟ هم من نفس الحزب. نعم. ومن نفس الخلفيه السياسيه، على ماذا لماذا اختلفوا؟ نعم. هم لماذا اختلفوا؟ اختلفوا على النفوذ، اختلفوا على الـ على الـ على الكعكه. نعم. أستاذ بهجت، يعني ربما أنه الوعود السابقة للسياسيين في الانتخابات السابقة بتوفير راتب لكل مواطن عراقي وعمل ومنزل وإلى آخره دفعت هؤلاء لعدم تبني برامج انتخابية في هذه الدورة. لا، كنا الكل يتذكر دكتور عمر تصريحات الربيعي. نعم. قال الانتخابات اللي فاتت 2010 بناء 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 وكل مواطن عراقي. نعم. قطعة أرض. نعم. إلى أن يصير عمره 18 سنة حتى يأخذ قرض وراتب. نعم. أدري وين 1% من هذا الدجل لهذه المجموعات يا سيدي؟ يعني إحنا شفناهم في الانتخابات القادمة
وشفنا ماذا يقدمون للعراقيين وشلون طريقة الضحك على المساكين، شفناهم بنص كيلو زيتون ونص دجاجة وكار تليفون ومدري إيش وبطانية. اليوم أريد أعرف بأي طريقة راح يضحكون على هؤلاء المساكين من أبناء الشعب العراقي. نعم. وبأي طريقة؟ أنا أعرف الطريقة. نعم. أعرف أنه راح يستغلون رجال الدين. نعم. يا رجل أسمع، رجل دين معمم بلا خجل، بلا خجل، روح انتخبوا، روحوا انتخبوا، لأن يكفي أن في الأذان علي ولي الله. خلي فاسد، خلي سارق، خلي حرامي، ما يخالف. نعم. أدري أي قيام، أي دين، أي مرجعية، أي منطق؟ هذا صلح، هل يعقل؟ صلح في الانتخابات، في الانتخابات القادمة قبل أربع عام، في الانتخابات الماضية. نعم. وقالها علنا، وهكذا مو هو الأغلبية. نعم. الساحقة حتى مو عمامين. نعم. على مستوى يعني مراجع أيضا طلبوا دعم الحكيم وغيره من الكتل السياسية. وهذا يا سيدي يقودنا إلى أين أنتم ذاهبون بالعراق. نعم. يا سيدي أستاذ فهد صقر، يعني اليوم هناك طريقة من قبل المرشحين وهو شراء بطاقات الناخب أو إعطاء راتب لغاية الانتخابات للناخب لضمان أن يصوت هذا الناخب للمرشح الفلاني. يعني يبدو أن الكتل السياسية أفلست بأساليبها الماضية من خلال إعطاء أموال أو إعطاء مثلاً هدية بسيطة كبطانية أو إلى آخره. اليوم يتم إعطاء راتب لمدة 3 أشهر أو 4 أشهر يتراوح بين يعني 50 دولار إلى 100 دولار لمدة 3 أشهر أو 4 كما ذكرنا، ليقوم المرشح الناخب بالإدلاء بصوته لهذا المرشح. كيف تقرأ هذه الطريقة من قبل الكتل السياسية؟ والله أستاذ عمر يعني شراء الأصوات في الانتخابات هذه ظاهرة موجودة في كل الدول. نعم. يعني ليس في كل الدول، لا لا, لا 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 أريد أن أظلم كل الدول، لكن نعم. أقول أنها موجودة في بعض الدول. لكن أنا بصراحة يعني أقول إنه أصلاً الشعب العراقي بعد كل هال يعني بعد هال 14 سنة من الـ من الـ من الـ الطبقة السياسية هذه. نعم. الفاسدة والنظام المحاصصة والرجوع إلى الخلف 100 سنة لوراء، فقد الأمل حتى في أي تحسين أو في أي مستقبل ممكن يتحقق من هذه. نعم. الطبقة الفاسدة. وبالتالي إذا هم بيجوا بعطوه 150 دولار بالشهر، يمكن هذه هي الفائدة الوحيدة اللي حيستفيدها هو. لكن الغالبية من العراقيين، يعني أنت تيجي لواحد عراقي، هذا أصلا الانتخابات بحد ذاتها هي ترف. نعم. لو واحد مش لاقي الامن، مش لاقي الخبز، مش لاقي الصحه، ومش لاقي البنيه التحتيه، هذا بالنسبه له تقول له تعال انت يعني صوت، هذا ترف. نعم. مثل واحد ما عنده خبز وتقول له تعال اطعمك بسكوت او اطعمك بانكيك. نعم. يعني بصراحه يعني فانا يعني ليس غريبا لان. نعم. نسبه، انا برايي ان نسبه الذين سيذهبون الى صناديق الاقتراع ستكون منخفضه جدا. نعم. وإذا المواطن العراقي المسكين الغلبان بخده 150 دولار، يمكن هذه هي الفائدة الوحيدة اللي حيحصل عليها أصلا، لأنه بعد 4 سنين حيقولوا له، بعد 4 سنين بنشوف، يعني نراك بعد 4 سنوات. نعم. كيف حيقولوا له؟ نعم. أستاذ باجت، بسؤال أخير، يعني أنت أشرت إلى فتاوى، هناك فتاوى من رجال دين شيعة معروفين جواد الخالصي والبغدادي حرموا الذهاب إلى الانتخابات والمشاركة فيها. نعم. وأنا أحييهم. نعم. هذه أول عملية، أنا أحيي الشيخ جواد الخالصي وأحيي يعني هناك المالكي هناك أيضا مرجع شيعي. نعم. وهذا يقول هناك وعي والناس وصلت إلى نتيجة أن هؤلاء وصلوا إلى البلد ما وصلوا إليه، لأن على الأقل التاريخ سيسجل. نعم. على غيرهم من المراجع أنه سكتوا على الفاسدين هاي 15 سنة، وهذا حال العراق. نعم. أين سيذهب هؤلاء المراجع من التاريخ ومن لعنة العراقيين؟ يعني هذا يخليك يا سيدي، هذه إساءة للمذهب. هذا الذي يجري بالعراق، هذه الأحزاب بالنهاية. نعم. كلها إسلامية، ولا ننسى كذلك هناك من وكلها تدعي حب آل البيت. نعم. وكلها وهناك من يدعي تمثيل لأهل السنة كما يدعون الطرف الآخر، كذلك يحث على الانتخابات باسم التغيير والديمقراطية. خلنا واضحين، يعني نتائج الانتخابات من الآن معلومة في السفارة. نعم. الأمريكية. معلوم من سيفوز ومن سيبقى. يعني ممكن من كل هذه المجموعات الفاسدة أنه الحسابات مالتها أمام الرأي العالم العراقي أن هناك انتخابات وأن هناك حراك سياسي، لكن النتيجة تظهر في السفارة الأمريكية.
يعني يمكن استثني مجموعات جديده ظهرت في بعض المحافظات السنيه مرشحه نفسها، هذه المجموعات ممكن ان تكسب لان ما مجربه لحد الان، لكن البقيه الباقيه يا سيدي كلها مجموعات فاسده، واثبت لكل العراقيين انه حتى في يا سيدي يعني اليوم هذول يطالبون الناس تروح تصوت لهم. زين انت شايف المعسكر اللي هم به هاي صار 3 سنوات وممنوع الرجوع، والان تقولون تحرروا ما راجعين. هذا ليش راح يروح للانتخابات وليش ينتخبكم؟ نعم أستاذ فهد صقر، ماذا تتوقع من الانتخابات القادمة في ظل غياب البرامج الانتخابية وفي ظل ما يحدث في العراق من صراع بين الكتل السياسية؟ يعني أتوقع الأسوأ بصراحة، يعني أتوقع الأسوأ، ولن يكون يعني لو رجعنا لل 2014 للانتخابات في 2014 وقارنا وضع العراق في 2014 لوجدناه أحسن بكثير من 2018، و2018 سندخل في مرحلة أيضا تقودنا إلى الأسوأ، لأن نفس الشخوص نفس الأساليب نفس الأدوات هي قاعدة تستعمل في العراق، تمام؟ وزي ما قلت لحضرتك الجماعة هذول الطبقة السياسية هذول مو لا قلبهم على العراق ولا هم يبوا العراق ولا هم بيحبوا العراق، هم هذول يحبوا أنفسهم مصالحهم الشخصية مصالحهم الضيقة، ويعني زي ما بقولوها بالإنجليزي more of the same، يعني it's gonna be more of the same. نعم أستاذ فهد صقر المحلل السياسي كان معنا من دبي، شكرا جزيلا لك، وأشكر الأستاذ بهجة الكردي الناشط العراقي المستقل، شكرا لك أستاذ بهجة. أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.